بمناسبة يعني المشاكل اللي بتحصل او يعني خلينا نقول الكوارث الطبيعية، احنا عارفين طبعا في موجة من الطقس السيء عمالة بتضرب يعني بقاع مختلفة الحقيقة من الارض، وشفنا حتى البعض النهاردة قاعد بيقول انه في غضب من الطبيعة على ممارساتنا بقى ضد البيئة والحاجات اللي بنعملها واستهتارنا بالموارد الطبيعية لينا، والكلام ده في العالم كله يعني. في اعاصير، في عواصف، في سيول زي ما اتكلمنا، خلفت طبعا اثار مدمره للاسف وشردت مئات الالاف. خلينا نروح نشوف مع بعض تقرير اعده لينا زميلنا مصطفى سامي، يعني بيرصد كده بعض ما حدث من الموجات الطقس السيء اللي ضرب بقاع مختلفه في الارض في هذا التقرير. موجة من الطقس السيء تضرب بقاع مختلفة من الأرض، غضب الطبيعة يدمر المنازل ويقتلع الأشجار ويشرد مئات الآلاف. فلم تسلم الدول العربية من غضب الطبيعة، فقد أعلنت السلطات المحلية محافظة المهرة منطقة منكوبة بسبب إعصار لبان في اليمن، وأطلقت نداء استغاثة للحكومة والتحالف لإنقاذ عشرات الأسر العالقة فوق المنازل التي غمرتها المياه. وناشدت السلطات المحلية هنا الحكومة والأشقاء بالتحالف العربي والمنظمات الدولية التحرك السريع لصعوبة الوضع هناك. أما في الأمس لقى 18 شخصا على الأقل مصرعهم جراء سيول اجتاحت منطقة قريبة من البحر الميت في الأردن، وكان معظمهم من الطلبة، حيث جرفت السيول حافلة مدرسية كانوا يستقلونها. وذكرت وكالات أنباء دولية أن فرق الإنقاذ عثرت على 34 ناجيا حتى الآن، وتشير تقارير إلى أن بعض الناجين في حالة حرجة. وذكر السفير باسم راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أعرب سيادته عن خالص تعازيه لجلالة الملك ولحكومته وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول منطقة البحر الميت، مؤكدا سيادته على تقديم مصر كل العون المطلوب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الأردن الشقيق لتجاوز تلك المحنة. وفي مصر أيضا شهدت أغلب أنحاء الجمهورية حالة من الطقس السيء، من نشاط للرياح وسقوط الأمطار أدت إلى رفع عدد من المحافظات حالة الطوارئ، خاصة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار حالة الطقس واحتمال سقوط أمطار غزيرة خاصة بمحافظة سيناء. حالة الطقس المضطرب أيضا ضربت بقاع مختلفة من الأرض الأيام الماضية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ضرب إعصار مايكل ولاية فلوريدا في العاشر من شهر أكتوبر الماضي، صنف كعاصفة من الفئة الرابعة وصاحبته رياح بسرعة بلغت 250 كيلو مترا في الساعة. واعتبر البعض إعصار مايكل أقوى عاصفة تضرب القارة الأمريكية منذ إعصار أندرو عام 1992. وفي المكسيك خلف إعصار ويلا الذي ضرب سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادي برياح بلغت سرعتها 195 كيلو مترا في الساعة أثار كارثية وأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية، حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ويلا أحد أقوى الأعاصير التي تصل للمكسيك من المحيط الهادي في الأعوام القليلة الماضية. بالرغم مما تخلفه هذه الإعصارات وحالة عدم الاستقرار في الطقس من دمار وخراب، إلا أنها تظهر بوضوح ضرورة التكاتف الدولي والإقليمي لتفادي الآثار المدمرة لغضب الطبيعة الأمة.